الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولة نصدة، تسمية جديدة لوكالة دعم وتشغيل الشباب سابقاً، وكالة هدفها الارتقاء بتطلعات الشباب ومرافقتهم في استحداث وتطوير مؤسساتهم المصغرة، مع الأخذ بعين الاعتبار تجنب النقائص والاختلالات التي كانت في الصيغة القديمة لتفاتها. قمنا تحت إشراف الوزارة الوصية بإعادة النظر في طريقة العمل وطريقة حوكمة الوكالة ونظام هيكلها. من هذا المنطلق تم التحول إلى نصدة كبديل لتصويب مسار الوكالة من أجل أن تؤدي الدور الذي أنشئت من أجله، ألا وهو خلق وتطوير مؤسسات مصغرة قادرة على المساهمة بشكل فعال وفعلي في تنويع الاقتصاد الوطني. وكالة نصدة لا يقتصر عملها على تمويل المشاريع فحسب، بل توجهت إلى تكوين حاملي المشاريع من الطلبة الجامعيين وخريجي معاهد التكوين من خلال دورات تكوينية فعالة وفعلية تمكنهم من الريادة في مجالهم. درنا تكوين في السي دي يو اللي هي تكوين على المقاولتية، يعلمنا هنا الطلبة كيفاش يعني نروحوا من الدراسة التجريبية إلى الأرض الواقع، كيفاش يعني نقدر يعني نقيموا الفكرة تاعنا هل تنجح ولا ما تنجحش يعني قبل ما نافيستيو فيها. لقينا فيها دي موديول اللي انا ما قريتهمش انا في الماستر تاعي، باغ اكزومبل دي موديول اون فيسكاليتي ولا تاع الفينونس ولا، وجابونا مستشارين اللي قاموا بدعمنا في هذه الدورة. كان لي الشرف أني شاركت في الدورة الثانية في مركز تطوير المقاولاتية بغرض أني نستفاد من الدعم المالي وباش ننشأ المؤسسة المصغرة تاعي. احنا في الوكالة راح نخدمه بمقاربة اقتصادية 100%، معناتها الأفكار إذا كانت مجسدة وبالورا مليح وفي مخطط أعمال بدون شك راح يتحصل على التمويل تاعو على المرافقة تاعو حتى بعد إنشاء المؤسسة. ولطلبة وخريجي معاهد التكوين منصة رقمية من أجل الاستفادة من المزايا التي تمنحها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والتعرف على آلية التمويل التي توفرها.